لمناقشة الصراع الأمريكي الإيراني في العراق معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. بداية مرحبا بك أستاذ مصطفى. حالة استقطاب كبيرة في المنطقة عموما والعراق خصوصا، يعني هل أعلنت وفاة التخادم الأمريكي الإيراني في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. التخادم الأمريكي الإيراني يعني يبعث أو تبعث فيه الحياة كلما استلزم الأمر واستلزمت مصالح الولايات المتحدة وإيران ذلك. ومن الواضح أن هذا الاستقطاب الآن يؤدي إلى يعني قطيعة شبه تام بين حالتي التخادم الأمريكي والإيراني. التخادم الأمريكي والإيراني رأيناه في أفغانستان عند احتلال أفغانستان وغزوها، رأيناه طبعا بشكل كامل وواضح في العراق عند غزوه وعند التحضير لغزوه وعند غزوه وعند احتلاله. ويعني الآن كما قلت يبدو أن الأمور وصلت إلى حد من القطيعة شبه التامة بين الطرفين، ولكن أعود وأقول أن المشاريع المعادية للأمة تجد دائما فرصة لأن تنبعث فيها الحياة كلما يعني استلزمت مصالح أطراف هذه المشاريع المعادية. هناك أستاذ مصطفى تصريح لترامب يقول فيه أن التخلص من سليماني لابد، يعني كان لابد من سنوات طويلة. يعني قتل سليماني والمهندس الآن، يعني هل يعفي أمريكا من المسؤولية عن ما جرى في العراق بعد الاحتلال؟ بدءاً يجب أن نوضح أن الإدارة الأمريكية الحالية هي ليست الإدارة التي حضرت لغزو العراق، وليست الإدارة التي غزت العراق واحتلته، وليست الإدارة التي تناغمت مع إيران طيلة سنوات حكم أوباما على سبيل المثال. هذه الإدارة جاءت وفي برامجها الانتخابية مواجهة إيران، التضييق عليها، فرض العقوبات عليها، وبالتالي قصقصة أجنحتها أو أذرعها الإرهابية. وهذا جزء منه حصل بموضوع الانسحاب من الاتفاق النووي وبموضوع فرض العقوبات على إيران. لكن بالتأكيد فيما يتعلق بمسؤولية الولايات المتحدة وليست إدارة ترامب أو إدارات أخرى، الولايات المتحدة كبلد وكمؤسسة عسكرية وكمؤسسة استخبارية تتحمل المسؤولية الكاملة عن غزو العراق وما حصل فيه من جرائم هائلة. نعم. على مدى السنوات. أستاذ مصطفى، إيران إيران وميليشياتها يعني مستمرون بتهديداتهم بالرد على مقتل قاسم سليماني، أين تتوقع أن يكون الرد؟ إيران لن ترد بشكل مباشر على القواعد العسكرية الأمريكية أو على المصالح الأمريكية في المنطقة، وإنما ستترك لأذرعها وأصابعها الإرهابية القذرة التي أنشأتها في الأساس لهذا الغرض، سترد من خلال بضعة صواريخ يطلقها حزب الله الإرهابي في لبنان والميليشيات الإرهابية بكل أعدادها وأسمائها في العراق، ربما أيضا هو في يعني من خلال الميليشيات الحوثي في اليمن. أنا أعتقد أن الساحة الأهم التي يعني ستتعرض إلى هجمات إرهابية ستكون إما المملكة العربية السعودية أو إحدى أو أكثر من أقطار الخليج العربي. هذه الأقطار في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية تحديدا هي الساحة الأكثر يعني احتمالا لتعرض للهجمات الإرهابية، وربما حتى بعض الفصائل الفلسطينية يعني المنسجمة مع إيران والمتساوقة مع مشروعها ستقوم ببعض الأعمال ضد العدو الصهيوني. وليس أيضا الرئيس الأمريكي ترامب أستاذ مصطفى هدد وأكد أن هناك 52 موقعا إيرانيا سوف تقصف في حال يعني هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو الجنود الأمريكيين. هل نحن الآن أستاذ مصطفى مثلما تفضلتم
هل نحن الآن على أبواب حرب مفتوحة على أرض العراق؟ حتى وإن كانت هناك أهداف في عدة أقطار بحسب توقعاتكم بعدة أقطار خليجية، ولكن يعني ماذا عن الأرض العراقية؟ هل ستكون ربما يعني ساحة حرب بين الولايات المتحدة وإيران بحسب تخوف محللين؟ أولا أنا بودي أن أشير إلى نبأ عاجل وصل الآن بثته بعض وسائل الإعلام الصهيونية تنقل عن المصادر في الجيش الأمريكي إصابة 2 من منتسبي البنتاغون في القصف الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء قبل قليل. هذا ممكن أن يؤزم الوضع أيضا، لكن في الحقيقة لا توجد إمكانية لحرب مفتوحة في العراق. الحرب التي ستجري هي عمليات بالإنابة، هي حرب بالوكالة تنفذها العصابات التي راعتها إيران وأنشأتها وغضت عنها الولايات المتحدة عبر السنوات الماضية النظر، وساهمت بدعمها أيضا في سنوات سابقة. هذه الأصابع القذرة التي تأتمر تماما بالأوامر الإيرانية هي من ستقوم بتنفيذ عمليات ضد المصالح الأمريكية. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في استوديو رافدين.